Il faut rester confiant. Marquer deux matchs en football, on l'a vu, tout peut se passer. Alhamdoulilah, il faut y croire. Et là, on est tous venus ici pour ça et on va rester pour ça. المقابله كانت في الصالح ديالنا وشحال من هدف تهضر وكما كتعرف راه ملي كت ما كتسجل الاهداف راه كتسجل لك. المنتخب كان في المستوى ديال المستوى ديالو اليوم كان في المستوى الدراري يلعبوا كاملين مزيان اما الحظ اللي كان كما شفتوا الحظ اللي ما كانش في الصالح ديالنا وراه كما كيقولوا كتسجل كيتمارك عليك. انا بان لي كاع داك اللعب اللي داروا في لا بريباراسيون ما شفناهش اليوم في التيران لا بريباراسيون كامله هما كيلعبوا كره دايره كره اليوم ما كاينش الميليو اليوم كواري طوال رجعنا كواري طوال رجعنا لاكوب دافريك نفس التشكيله ديال لاكوب دافريك لعب ثلاثه اللور يلعب ويدور كره الميليو خاوي اليوم بوصوفه ما شفناهش ما شفناش الاحمدي ما شفناش بالهنده ملي كتشوف كره ديالنا حنا اللي اتاكين كيبان لك دو كولوار صاحبي ما كاين والو الميليو خاوي حنا راه جينا من اللور كيبان لنا الميليو خاوي ما كاينش اللي يلعب كره تمنينا نربحوا مع ايران ايوا الظهر ما عاوناش ان شاء الله الرحمن الرحيم نديروا شي حاجه مع البرتغال ونمشيو حتى مع اسبانيا الماتش الاولاني ما خصناش ناخذوه على الاعتبار لان كانوا ممكن خايفين واول ماتش الدراري داروا شي حاجه ولكن وصلوا ولكن ما داروا والو حنا بغينا ديك التنافسيه تاع الميكالات اللي كانوا كيديروا خلينا خدامين وجينا من وراهم مي ما غنسمحوش فيهم باش ماتشات وما غنسمحوش وما غنطيحوش ليدينا الارض حنا مع الدراري ومع ليكيب كامله اول حاجه سمح لي انا لونترينور ضده حنا لعبنا عامين بواحد التشكيله بواحد الدراري كل واحد في البوست ديالو ملي كتجي الان ماتش ديسيزيف كتبدل سمح لي بوطيب عامين وحنا تنعرفوه في البوست ديالو حنا ما تنقلوش من الكعبي ولا شي حاجه ولكن السيد اخر مره لعبتيه ماتش اميكال جيتي حطيتيه هنايا لم تنقلو من حتى شي واحد ولكن كتي بتشكيله سير بتشكيله حنا هذا الماتش تشمتنا هذا الماتش تشمتنا هذا الماتش او موا كنا نخرجوا بنقطه ديالنا